إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا مياء العربية بين يديك جزء اللبات حاشدة لحي سديتا ملاحظة النحوية وادب إيجد إيجد ملعسي حقا نحو ده المبتدأ والخبر مبتدئ هي خبر كي أين وحكت المامينا. الجملة الإسمية جملة مقعة جملة وحقة بتنسع فعلية هي إسمية هدبتها مقعة هي لها إياد وحي اللي هذا هي ركنان اللي بطير وأي كتاقن تهي بي اللي هذا واحد واك كوبات أما ركنك كوبات المبتدأ واك لقبل أبا حدلك وهو كان لقبل أبا الاسم ومقع المرفوع لقدو ويكون وحن أهذا أو قلا في أولها جملة اسمها بلوغة أهرها بلوغة يدو قلا ووحن وحن قد أريق الكوبات غالبا انت بضن مرة لغهرين كراوي چرته لكن بضن أبا إساقا وغهرية هذه جملة اسم التحير. اثنين الخبر كاللباد أمرقني كاللباد هو خبرك أو وركة وهو خبرك هو وركة مرفوع والقضاء إساقنا يتم وحانو دمايسترا مرفوع وامد لغدو او يتم دمايسترا معنى الجملة جملة وجيدة اي لادهي اي معنها حمبارسان تهي مركا لغو دارو خبرك ايو دمادا ادرس برو واللاحظ انا فيرسو او ملعسو. واحد مكة مقالة مكة مقالة مكي جميلة توا قروح بادان تهي جملة اسمية بالا الى مكة توا مبتدي جميلة نوا خبر. اثنين انا مسلمون أنا وحناهاي مسلم إلهي رميسان بانهاي أنا هو مبتدي مسلم هو خبر حداد أنا وكود ديسو لما قرن أيو وحا آدو تشيدا مر لما يسترنا لكن قد قدرت مسلم هو خبر كا أيو هذا القول لما يسترنا ثلاثة الجامعة الجامعة واسعة ويبلالنتهاي لبدا أليبا يسترنا يستر جملة اسمية ويسميان الجامعة هو مبتدي واسعة هو خبر. خمسة الفقر أربعة المسجداني كبيراني لبدا المساجد وي واوينهين مركا المسجداني ومبتدي كبيراني نوا خبر ويستميستريان. خمسة الفقر باهدو ينفر مرناتو مشكلة ودباتو مركا الفقر ومبتدي مشكلة نوا خبر كي. ستة هذا طبيب كان واحد اختر لبدا ويستميستريان هذا ومبتدي طبيب نوا خبر كي. سبعة زينب زينب قبل لغا طبيبة واحد اخترت زينب ومبتدي طبيبة نوا خبر كي. ثمانية دمشق دمشق مقالة دمشقي عاصمة روما مقالة ملح ويعني مقالة ملح سوريا واسد ما يستري على بضاء إري ومبتدية خبر. تسعة القاهرة مقالة القاهري مزدحمة ومقالة عديدة أو ضد بضني أي كنوا ليهين. عشر المصارع ورشده كثيرة وفربديهم. تدريب ضع رامة ضع خطا حريق مري تحت المبتدي أريق المبتدا هل حريق مري وخطين لبا حريق نهوس مري تحت الخبر أريق خبر كا مما يأتي وحن صوص عضا ومبتدي خبر سياد لوكالا قرطو واحد سميسا كمبتدا هل حريق هوس مري كخبر كان لبا حريق مري. كما في المثال ساد صالاك قرن واحد زينب زينبي سمينة وقبر بورن أو هيل بدن زينب وحل هوس مري هل حريق ومبتديه سمينة تنا وعلى فاصل جاي لبح الرق وخبرك. اثنين خولة إن أنت لا إله ذا نحيفة وحوي إن هيلبير أو طوبا أو آد تقدر جدا آدي آد خولة ومبتديها هل حرق بعض مرينا يسا نحيفة تنا وخبرك لبح الرق بعض مرينا يسا. الثلاثة مريم ومريم سمينة وقبر هيلبدا أو ميزان عروس جدا آدي آد مريم وحوي ومبتدي هل حريق مري بالغ ليها سمينة نوا خبر كي لبا حريق مري. أربعة الضغط يعني هيرك ليجو ديكركو
مرتفع وسريع وديكرك هير سريع أما يعني وح قراعية عدادسك ديجو وسريع الضغط عدادسك ديجو مرتفع وسريع الضغط ومتديه طبعا واحد مرة نسى هلا حريق مرتفع إنه وخبر كي واحد مرة نسى لبا حريق خمسة نحن الطلاب أنا جو أرتبان نحن نحن ومتدي هلا حريق مري طلاب إنه وخبر كي لبا حريق مري ستة الأكل كثير عنتان هو بدنيه الأكل واحد قدرتا هلا حريق مري ومتديه كثير إنه واحد مرة نسى لبا حريق وخبر كي سبعة القرآن القرآن كشفاء ودو تذكر له وكدوية وتجلس دوية هاي أوح دوية حنونا قلبك يا معصية ذي قال لماذا يحومها أردن يحقد يحوم أنت وحكروا دوية عذر هذا يعني ظاهر كأه تركنا ودوية مركا القرآن ومتدي هل حرق بعض مرنسا شفاء نوا خبر لا بحرق خاص مري لا بد أهور ريان صاد مرنسا ثمانية القراءة مفيدة أخرسكو وحبو فائدية أفرسو هذا ذو حقده فائد ليه هذا بدن وأي كوكة هاي inu qof aqoon u korodo laba ay ka tahay inuu qalbigiisu ku dego ee uu maartay waxna kororsado tisaa adiflu inan ka yari naaimun uu hurdaa diflu waa mudada hal xariiq mari naaibna waa khabar laba xariiq mari 10 antaqaliqun anta adigu qaliq waad walbahaarsan tahay waad murugaysan tahay ma deganid marka hadaba anta waa mudada hal xariiq mari qaliqna waa khabarkii laba mari 11 muhammadun muhammad rasuulullaahi wa rasuulkii ilaahi sallallahu alayhi wa sallam halka hal xariiq mari muhammadun rasuulullaahina rasuulkana laba xariiq hoos mari 12 adawaa dawadu mufidun wa tarbay leedahay adawaa waa mudada hal xariiq mari mufidun laba mari waa khabare 13 al usratu sa'idatu qoysku way faraxsan yihiin nolol wanaagsan bay ku nool yihiin qoys yaani aabay hooyo iyo caruurta leedaha qoys waxay ku nool yihiin nolol fiican al usratu hal xariiq mari waa mudada sa'idatu waxa hoos marisa laba xariiq waa khabar 14 المصانع ورشده كبيرة وواوين المصانع هل حريق هوس مري ومتدي كبيرة لبا حريق هوس مري وخبر 15 البنتاني لبضها بلوض مريضة تاني ويحانو سنيان البنتاني وحضور هوس مريسا هل حريق ومتدي مريضة تاني وخبر كي لبا حريق هوس لك 16 الشوارع ودوين كواوين شارع ووددوين الشوارع ودوين كواويني ايه مقالده ايه ايلاده هاي مزدحمة وعديري الشوارع يعني ضد بدن يقادي بدن بامريا مركا الشوارع حال حريق هوسمري مزدحمة لبا حريق هوسمري تعبير الموجه كانوي والتعبير اموا هضل تعبير وهضل عرس تعبير اسل كيس او بلو او موجه معنى كتش هايسان يوجه دقار عليه تدريب بها دبلقويري وتدريب واحد ليلسك كوا تعبير بات سمينيسا اكتب وكا قال انك قر واحد قرطا فقرة واحد قرطا تدع هذا التدعة او اسكحرن او تصفه اضغط الماميسو فيها فقرة اي تدعة الصورة تصور كان يا بابور تن يا واحد كان قوية لا هيا تصور ايسا واتكش يا كيرس اما كان التدريب تاني والله اسكال لباد رتب اسكو هقاتي الجملة الجملوينك التالية تصوص عطا بوضع الارقام اذيق او نقايا نمبر هذا المتسلسلة استبطحن في المربعات امرها الافرقيس لياشن وحا امرها الافرقيسو وحا ميش ايالا مربعات با ايالا تضباء ايالا كوري كوبات قليل دونتا كلباتنا لبات قليل ساسا دوا تضباتنا مين دونتا لكن جملوها تكوبات وانا صورت قولي تقانو او دبنا التلبات اذكو حكسين ايسو ساو كوريان اما كسين اوكال قرينا halkan waxa ku qoran yadhabu muhammadu la sharika muhammadu wuxuu ku taga shirkada uu ka shaqeeyo bisayaalati baaburkiisa fi shaarici wadada weyni isdixaamul waaciriri inda sabax aroorti huwa yacmalu fi sharikatin shirkad buu ka shaqeeyaa yaskuru wuxuu degan yahay fi baytin guri kharij almadinati magaalada ka baxsan oo huwa yasiru uu gaara isagu daada saacadin saacad kadib buu gaara ilaa sharika shirkada mar uu guriisa ka baxo saacada badeed buu gaara محمد الله يحب محمد ما شاء الله الحياة في المدينة إنه ما قال هذا كود نور هذا ما شاء الله الشركة شركته في وسط المدينة ما قال برت كده كود طالع أنت عصا قرنة هذا بكو وحنو كده جينا ما تقعنا وحلا كده جيا محمد المحمد لا يحب ما شاء الله الحياة إنه كون نور هذا في المدينة ما قال هذا ثامك قرتو أي واحد قريسة يسكن في بيت ما طلعت قريسة واحد دقيني هيقولي خارج المدينة ما قال هذا كبح حسن أنت ثامك قرتو واحد كل حق سينيسة هو يعمل في شركة شركة بوكا شقية شركة
ayuu ka shaqeeyaa doonta hadanaysa marka yadhabu muhammadun muhammadu wuxuu ku tagaa ila shirkadda shirkada bisiyaarti baabuurkiisu ku tagaa odanaysa doonta hadanaysa hadana fi shaarici izdihaam waxa ka jira yacni wadada weyn ciriiri inda sabax aroortii waxa marka odanaysa maya inta inaan ka gaarin waxa odanaysa ashirkadu fi wasadil madina odanaysa marka tiraahdo هو يعمل في شركة شركة مكسقية الشركة شركة داسي في وسط المدينة مقالة برتمه دي كتها الله فرصدون إساء يذهب محمد إلى الشركة بسيارة مكتها في شارع ازدحام وده دوحة كتر عريري عند صباح أرورتي فرصدون إساء هو يصل بعد ساعة ساعة دمدد بقارة إلى الشركة ساعة ملكة أرون إساء وتلك وضح وي محمد لا يحب ماتش على الحياة في المدينة إنه كتش على هذا إنه كنه هذا مقالة دوا قضب يسكن وحو دغاي في بيت خارج المدينه مقالات كبحثن بو دغيا والله هو يعمل في شركه شركه بو كشقيه هو صدح الشركه في وسط المدينه وافر وحا كو تالا شركه مقالات برتنكيده يذهب محمد المحمود وحو كو تغا الى شركه شركه بسيارتي واشن وحو كو تغا بابور كيسه في شارع ازدحام وتلحاد وحا كجرا ودد وين عريري عند سبح ارورتي هو يسر يسقوا قصدوبات يسير وحو غارا بعد ساعة مركو ساعات سيسعوده إلا شركة تيبو غارا سيدا يسود دبات حبو كله اكتب الموضوع موضوع عن واحد قرطاه في دفترك بو غارا كقرو كان لفتيسا في شكل فقرة هب فقرة تدعو اسكو حرانا اقرو تنوح اكتب موضوعا موضوع عدو قر مستعينا عدو كاشنا هي بالنصوص اريادة الواردة تكسو أرورتي يجملة لها هذا الله تكسو أرور هذا النصوص وجملة هي هذا الله في الصفحات 37 77 84 أريد حاشيها أي نكسو رافني هذا الله نكسو رافني كديغو أو كبوح طبعا موضوع قر موضوع مقال ليا بعنوان وهو عنوان كيسي أستانسيسو الحياة في المدينة مقالة نلوشيدة كشيكي طبعا انت صلين إلى قوب بني تعبير أضوك بعلن كاكاسا حيه قرب كلي تدريب رابع وحاوي لالسك أفراد سف عاصمة بلدك وحد تلمانك بحيسا دلك أدق انتهي مقالة مدى حديثة في فقرة طويلة وحد كرنب بحيسا يعني تدعو دير كاكا هذا وانت لبني وضركتا تدعو دير كاكا شاكا تعبير دير مستعين بما يلي أضوك كاسنا يا وحان صوص عوضة وحالو قسينا يا رؤوس الأقلام وحد كهالي سامحوي هاي horta al mowqac meeshay magaaladu ku taalo horta sheeg marka hore oo ka sheekey cadada suukaana sheeg tirada dadka ku nooli inta ay leeyihiin ka warran asaxatu caafimaadka magaaladaasi halkay maraysa caafimaad dhaqaatirta iyo heerka caafimaadkana ka sheekey at-taaliim heerka waxbarashada haddana ka sheekey caasimada al-iqtisaad dhaqaalaha haysta dalka dhaqaalaha yeelana ka warran al-mushkilaat dhibaatooyinka haysta ee la xaliyo u baahan hadii xagga biyaha tahay hadii xagga caafimaadka tahay hadii xagga nabadgelyada tahay hadii xagga tacliinta tahay hadii xagga nadaafadda tahay waxay doonto ha ahaato dhibaatadana ka warran taana marka mowduuc dhameystiran ayaa ku soo baxaya waa lagu soo fudeyay mowqac horta ka sheekey marka lagu siiyay ka dabeed waxa ka sheekey dadka degani waa imisa milyan waa inta caayn ka sheekey hadana caafimaad qolku maraya sheekey hadana tacliinteeda ka warramay jaamacadaha iskuulada waxa ka sheekey ayay qaabkii yihiin iyo waxbarashada intay tahay dhaqaalaha yacni xoolaha nool iyo kaluunka iyo hadda lagu beeraha iyo ganacsiga iyo warshadaha iyo waxa hadana ka warran waad goorta mushkilada haysta xagga caafimaadka xagga tacliinta iyo xagga yaacni nadaafada iyo waxyaabo badan wixii aad ka hadli kareysaa al-khat imkana waa qoraal iyo farbarasho اكتب بخط النسخ وحد كقرتها خط كنسخ غليلا وكالكا لغو قرية وكاسون فيغار وحي الله لهو جاهدو في الله الهي درادي ادقالما حق جهاده ادقالنك وحق اوليها الهي انا ادقالن تان دين تيسا ايو كتاب كيسا وهو جتباكم اساقا الهي دين دورتو دين تان دين دورتو اسلامك وما جعل عليكم في الدين من حرج الهي دين تعريري دكا قمور لغن دين تيدك عريري ماها هذه دقال لقلي يا هذه مارتي أنا لقلي يا هذه عبادات هاي هذه عقيدة هاي وحدي لو يدك حاكرون إلى هاي دكم أصلا دلينين يدكم أنا خص بين قرآن كريم وآيات قرآن كريم كشرف طبعا كم مده هل كاكو فيجار شن لين بالوقود جي شن تاسع سكر أو قراء قرآن هاي ألم لا إما كان هو يرس بالوقود يرينيا أو واحد الوقود يرينيا معلم كان كوي يرين دهنا ده لأنه هو كوي يريقر بين المكتوب والمنطوق إما كم حالك هلا يا بين المكتوب والبندق
maxaa u dhaxeeya waxa la qorayo waxa lagu dhawaaqayo waxa jira luqadaha qaar waxa la qorayo iyo waxa lagu dhawaaqaya kala mid yihiin oo aanay si u wada akhrisminba ama aanay si u wada qormin waxaad akhriyayso qaar ba xuruufta inta badan laba qariya oo waxa lagu dhawaaqaya iyo waxa lagu qoraya ay kala duwan yihiin af carabu alxamdulillah taa maaha inta badan akhriskiisa iyo qoraalkiisu uu isleeyahay oo waad qori kartaa haddaad carabiga taqaan marka lagu dhawaaqo higaad buu leeyahay aad u qurux badan oo aan loo baahnayn hadduu qof wax dhigtay dhib aan ku qaadanayn dabadeed wuxuu fi luqati alcarabiyati luqada af carabiga yuwaafiqu waa la mid almaktuubu waxa la qoro iyo almanduuqa waxa lagu dhawaaqaya waa isku mid waxa qoran unbaa lagu dhawaaqaa ee xuruuf la dhaafa af carabigu ma leh sida maalan ingiliishka iyo luqado kale waxa lagu dhawaaqayo iyo waxa la qoraya ay u kala duwan yihiin maaha af carabigu famaa yuktabu shayga la qoro unbaa yundaq lagu dhawaaqaa oo la akhriyaa ilaa fi mawaadica qaliila meelo yaryar jiddan aada u yar baa jira oo af carabiga eray qoran aan la akhriyin misal waxaa ka mid a waawu camrin wowga camr la yidhaahdo la socda camrin waa caynimi miya ra'yo wow wowga lama akhriyo maxaa loo akhriyi waayey kolka horeba ka mid maaha maxaa haddaba loogu daray marka xarakada laga tago in la kala garto camar iyo cumar waa tafriiq camar iyo cumar camrun waa magac cumarna waa magac haddii xarakada laga tago lama kala garan karyo oo mid waliba waa cayn iyo miim iyo ra laakiin wowgaasaa la raacayaa si camar iyo cumar loogu kala garto laakiin in la akhriyo marki horeba looguma talagelin kala mid maaha waa un calaamad lagu kala gartay isaga iyo cumar wa alif waaw lijamaaca baa jirta wowga jamacih markay ficilka gasho alif baa la daba dhigaa jalasu way fadhiisteen kasoo qaad katabu way qoreen qaaluu waxay idhaahdeen fahimu way fahmeen weligaabood jalasu wiiba ka qoray wowgaasi kelmaddan ka mid ma aha waa wowgii faacilka ahaa kelmad gaara weeye wow waxa jirta iyaduna kelmadda ka mid a haddaba si loo kala garto haddaad aragto alifkaaso wowgaa daba yaal macnaheedu waxa lagu leya wowgaasi ma aha kelmadda ka mid maaha ama waa faacil ama waa naa'ib faacil wallaamu ashamsiya laamta shamsiyadaana lama akhriyo iyadana mithlu adabiib markaad le shad bay isu bedeshaa ufiirso adabiib marka dabeedna mka laguma dhawaaqo way badan tahay shamsiyada waad ogtahay xuruufta afar iyo toban iyo afar iyo toban qaarhu waa qamari qaarhu waa shamsiyo kuwa shamsiyadaa laguma dhawaaqo iyadana waanay qoran tahay waxaa loo akhriyaa si kale oo shad bay gashaa markaa iyadu oo da laba laaban baa la akhriyaya hamzat lwasli hamza la yidhaha xidhiidhiyaha hamzada xidhiidhiyaha ana marka marna waa lagu dhawaaqaa marna waa laga tagaa waxaa ka mid a mithlu waktub baa lagu odhanaya qor wa aktub lagu odhan maayo ama waa uktub lama yidhaha waxaa la yidhahdaa kol hadduu wow xagga hore kasoo galo waktub baa la turayada faktubna waa la odhanaya maxaa meesha loo dhigtay laakiin haddii wowgaas meesha ka baxayadaa la akhriyaya maxaa la odhanaya uktub hadduu wowgaas meesha ka maqan yahin laakiin markuu wowga ama xarafka lama soo galo oo lagaga maarmi karo waa laga tagaa marka iyadoo xarafkan kaafka ah waxaa la yidhahdaa awal nutqi lmari xarfu mutaxarik wuxuu qof ku hadli karaa af carabiga xaraf xarakaysan kaafkaa haddaan lasoo qaadin hamse laguma dhawaaqi karo haddii mid kale la helo oo lagu xidho iyadaa laga maarmaya haddii kale iyadaa loo baahnaya walhamzatu fi kalimati ibni ufirso waa kalimatu hamzalwas iyadana ibni hadduu yahay wabnun haddii la yidhaahdo iyo fabnun iyo waa laga tegaya haddii kale iyadaa lagu dhawaaqaya marka ibnuntaasi aan wax kale meesha olin hamzalwasiga marna waa la akhriya marna waa laga tagaa laaxid hadihi lamhila bal ufiirso haddaba tusaalayaashan indhaha saar fataha camr bnu caas masra camr bnu caas ninkii loo jeeda saxaabigaa qiimaha badnaa masr ninka qabsa waa isaga haddaba camr wowgaasi waa wowgii camar iyo cumar lagu kala garanayay almuslimuuna muslimiintu farxuu way farxeen xiinama intasaruu markay guulaysteen marka almuslimin hamsada ku jirto waa hamsal wasli oo falmuslimuun hadii lahaha waa laga tegayaa walmuslimuun hadii lahaha waa laga tegayaa farxuu marka la yidhahdo wowgaasi waa waawgii aan sheegaynay alifta ka dambaysa waa alifu tafriiq intasaruuna waa lamid wowgaasi alifta ka dambaysa waa wowga waa alifta lagu garanayo wowgu inuu jamac yahay waa alifta lagu garanayo alifu tafriiq inuu alifkaasi inuu wowga ka horeeya wowgii jamca faacilka ama naa faacilkaa yahay adabiibu waadabiibatu faxasa dhakhtarkii iyo dhakhtaradii waxay baadheen almariidayn labadii qofee bukay labada alooday ku jirta adabiib adabiibatu ashamsiya ma dhawaaqayso shad bay isu bedelayaan masmuk magacaa baa lagu yihi masmuk imalkaa muxuu uga jeedaa hamsatul wasligii lagu dhamaaq maayo labadaba imika maad horena waa la tuuraya labada alif waa la goynaya maxaa la odhanaya masmuk magacaa maa ismuk lama odhanayo maxaa la odhanaya masmuk tareeban iyo ta kale waa la jaraya ismi adaahir magacaygu waa daahir buu ku yihi
marka ilaahayna muxuu ku muujinaya marka xaq hore aan waxba ka ooli wal akhriya hadii la imeyo wasmi bayna qolaya fasmi iyo ya masmi laakiin waxa waxba ka horin iyada la akhriya tadrib hadaba waa laylis uktub ma yumla alayk halka waxa ku qortaa wixii lagu yeeriyo taa macnaheedu waxa weeye erayada aan soo sheegnay qaar kale oo ayaa lagu qoyeerin doonaa sideed eray baa lagu yeerinaya qor oo halka maartay ku qor qiraa hurratun wa akhris madh bannan اقرا النص هذا اللي كان سو سوده قور اخري وحل لو واحد فرفرتاد كشقيسا تدريباتي ليليسيده كو جيرنا ادو كشقيه حق دمبودا كشقيه في البيت غوريا كغه سو شقيه كل كو هورس اردايو ا لتناقشه ساعد اوغلا غشو ا علم بارس اما دود ادو فميسو اما ا ديبو ايغيس ما عزميله ايكا اديه صاحبدا نقاش يد اخر غسان دود في الصف ما كصف قاعد كسو نقطه اسبولكا اد ما كاد مارتي اسلا ايغتاني ee horta marka hore adigu ka soo shaqeeyso dabadeedna soo akhri ee wixii ku jira ee u baahan muxuu aha laylisna ka soo shaqeey guriga ka soo shaqeey maxaa hadaba laga hadlaya waxa laga hadlaya halkan imanka mudun islaamiya magaalooyin islaamiya magaalada samaxaray dhahda waa magaalooyin ay degeen dad muslimiina oo dalka ay muslimiinta ka mid ah mudun islaamiya oo budan gaarna leh qala rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu yiri la tushaddu la adkaysan maayo الرحال هيريدا الرحال هيريدا يا كورها مدنا لو ادكيسن مايو او لو سفر مايو لو لا غوري مايو لو لا غير دغلي مايو الا الى ثلاثه مساجد صدح مساجد ما لو غوري كره الدنيا او اد غاديد كو ادكيسن كرتا او سفر كو تيي كرتا عباده دلاديد صدح ذا مسجد وحين ان اهين ان لو غوره لما اوغلا كان اكتادو بد كو عباديسنيسا ويا مدنا مد واخ بكم فضل بدنا laakiin saddexdan haday noqoto cibaado darteed baa lagu safri kara waayo way ka ajir iyo abaal badan yihiin kuwa caalamka kale ku yaala maxay saddexdaasi al-masjid al-haram masajidka xurmada iyo sharafta badan ee makkah mukarrama ku yaala wa masjidii nabiga iyo masajidkayga hada ee kan aan jooga abu nabiga isagoo nabiga maalinta agtaagan iyo masajidkiin oo madiina ku yaala iyo wal masjid al-aqsa masajidka fog oo ku yaala baytul maqdis oo caasimada filistin isaguna wal masjid al-haram مساجد والمسجد الحرام مسجد شرفته بدني في مكه تو اسو كيالا واكو ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مساجد الرسول كنا في المدينه مغلى المدينه كيالا والمسجد الاقصى مساجد كفغنا في القدس مغلى هذو كيالا وهذه المساجد مساجد عن شيخنا صدخ اهي هي اهم معالم هذه المدن هي مساجد ذاتي اهم معالم واستامها او مدنانت بدن هذه المدن اي مغالوين كان اي ليهين maka waxa ugu mudnaan badan calaamada ku taala waa masjidka xaraamka uu weeyey baytul maqdisna masjidul aqsa ba ugu weeyey calaamad ku taala madinatul munawwarana masjidul rasuul ba ugu weeyey waayahay makkatu hadoo makkatul mukarrama makkada sharafta badani horta waxay tahay ashharu mudunil aalam alislami aalamka islaamku intu degan yahay oo dhan waa magaalooyinka ku yaala oo dhan waa magaalada ugu caansan ee lagu aqoon badanyahay oo ugu magac dheer waa qodob tahfu waxa u soo xaysoota ilayhi ilayha magaalada waxa u soo xaysooda qulubul muslimiin dadka muslimiinta qalbiyadoodu aad bay ugu soo xaysoodaan jamiican dhamaanba inay yimaadaan way jecel yihiin min shatta biqaac al ard goobaha biqaac waa goobaha goobaha ku yaal dhulkan ilaahay goobaha kala duwan ee afarta bayni jaho ku kale yaale islaamku degan yahay oo dhan dadka jooga waa u soo xisoodaan waxaan jecel yihiin inay makkah mukarrama ay maadaan khassaha Allahu ilaahay wuxuu ku gaar yeelay bi takriimi sharaf dheerada ayaa ilaahay goobtaasi aabara mukhtalif al-usur in alla intii adduunyada waqtiyo kala duwan soo marayeen taariikhda sharafta way ilaahay duway hubanaydoon wareegeed yaa lehed wax imka maaha waaqsama uu ku dhaartay biha ilaahay magaalada asaga ku dhaartay quraanka kariimka fi qawli taala la aqsimu bihaadha albalad wa anta hilun bihaadha albalad wa dar ilaahi la aqsim la duwa sila wa tawkid la aqsim waxan ku dhaartay bihaadha albalad wadanka ma ku dhaartay makkah mukarrama weeyaa wa anta hilun halaal baad u tahay bihaadha albalad halaal baa ilaahay kaaga dhinaad ku dagaalanto oo cadawga ka dhiciso oo aad ka horeyso dagaalku waa ka xaaraan magaalada maka waligeed yaa lahayd saacadda ilaahay u baneeyay maxamed mooyaan oo cadawgu ka saaray gaalada wa anta xilun bihaad albalad halaal baad u tahay ilaahay baa ku baneeyay in aad dagaal ku qaado magaalada maka
وأذ حوك وقبصته ودعوه كسرته عدها لكن مو بنانا. وهي أيضا مسقط رأس الرسول وهل كي مدح الرسول قصور نعي مسقط الرسول هذا مقصور مسقط رأس هذا ما يسقف فوق الرسول وهي مسقط رأس الرسول رسول كي مدح يسمى قصور نعيه إيه يدك أم شيء محمد صلى الله عليه وسلم مبعثه ماشي النبي النبي الله قد نجينا وهل كا سوى هل كا لو وحيودي ويدين تكسو دكتي فيها نزل الوحي هل كا سان نبي لغا سو ساري او ادون كا لو ساري او ليدا حق ادون كا غارسي فيها نزل الوحي وحي قو قران كان يدو كسو دكي ومنها ايدا حقيدا اي انت سرا كفدي نور الحق نور كان افتين كان حق الدين الاسلام هو هل كو هوراي مركي هوراي او كباهي مركو بريك بويري تبان نور كي باهي halku bilikaydu ka baahay waa halka yuladid isagoo baabinaya nuurkaas wuxuu baabinay maxay alkufra gaalimada gaalimadu waa madaw waxa aad soo baxay soo iftiinku xagga ka soo baxay kama soo baabo madaw dadna xaggaas u socdaa dadna xaggaas u socdaa ila ay masaxdu masaxdo waa saaso kale madawgi adduunka ku gadaana ee adduunka goob walba joogay iftiin yar baab war iftiin ma yar iftiin baab biligiri ما كوكيل تبى نوفده تبى نوح الستر كره يا أنت هاوفده يو مدو قالمو في كل مكان بوك ترتير ملك استو إسلام هو قاربه يقصدها وها أصو أم بضحوي ما دم قارض مكة ملايين ملايين الحجاج ملايين سو حجية أو مسلمين تكملها كل عام سنة دول باء لأداء فريضة الحج إنه كسو جتان حج كفرلك ويأتيها ويمادان تلك المسلمين تي وحكروا يمادا المعتمرون كوع عمريسنا يا من أرجاء العالم الإسلامي وحيلك يمادان دع الله يدافه الدون كورن أرجاء وأنحاء خريرها دع الله تافه الدون كورن بكيمادان أفرت بينهم مركع عمرض واحد يعتبر أنه حج كنت بطن مفر نبا صمد كي لو بلودي يعتبر هبينهم بالحج كرتها الحج حنا كرتها أنت حج توصفر منو وطول عشون أنت كلام حلو يمادان عمره الله يمنعه عمره وفي مكة طبعا كعشون بعد حاجة لقبتها هولي كاكوا بمبا بمبا ستوصو هون ستيد عشون بابا ستوصو لو قلية طبعا ذي الحجة مركلا إله يوم التروي برا ميسابا يوم الله ما أنت ستيداد ما أنت ستيداد ما أنت سقال ما أنت طبنات كوبية طبنات لبية طبنات وابشان تا عشو انت عملكو ستوصو وصعودا walla xiran kara labo bilood iyo 17 ka habeen todobaad ka habeen laakiin shanta cusub oo amalku toos u bilaabayaan inta kale amalka xajku ma aha amal maartay inta badan la gudanayo maxaa inta badan la gudayo marka umradii baa furan mar walba waa amal isay laa sa marka loogu yimaada wa fi makkata makkah tabu waxa ku taala al ka'batu ka'bada al musharrafatu sharafta badan ka'badu waa ogti waa goob guri kooban oo masaajidka weyn ku dhaxyaala هذه الشيء لو طوافه كعبة عساقط الله مدنان توجوين الدنيا ذلك مجال المدينة مكمل خروه مجال وين حرم كأكل حيالة حرم كوي دافتي حرم كان طرمك لقى صوص عضو مساجد كأكل حيالة مساجد ما حكوسي حيالة ما هي كعبة دي حكوسي الأحتال وهو أول بيت وضع على والمسجد الحرام بس نكيله كعبة ما حكوسي وريسن مساجد كيس رفته بدنا وهو مساجد كاس أول بيت وجريج أهري عباده ee masajida ee uu duca loo sameeyay linaas dadkii Ilaahay u sameeyay qala taala Ilaahay wuxuu yiri in awwala baytin gurigi ugu horeeyay duca linaas ee dadka loo sameeyay ee cibaado saldhig u noqday waa laladii guriga iyo masajida bibakata ku yaala magaalada Makka dadkana waa magaceeda mubaarak isagoo barakeysan wuxuu dhin isagoo hanuun u ah dad caalamiin caalamiin todob hanuun u yahay xaq ay ku gartaan waqad banaa waxa dhisay الكعبة كعبة واحد يسوي نبي الله إبراهيم بعد سك عبة أسر كيد وابنه هنا كيس إسماعيل يسوي النبيها في مكان مال بكر السنبري أي بلابير يجو تحيد أي كور يكسنت هاي به قابتها الجبال بورة أي أسد أوجد عنا أوجد فور يكسنا مال أم بور أهينون كوجد عن ويني ميتشين إن مكان أسد سيم مقدام مكان مكان جوجتو بوره سكويهين بور بور برتن كود بحيد هذا سيدنا بن خديجة. قال تعالى وحول وإذ يرفع وإذ يرفع واحد النبي الله حسوسته
oo xustaad umada u sheegta id waqtiga yarfuu ay kor u qaadiyeen ibraahim u ibraahim u kor u qaadiyay kulku kor u soo dhisay alqawaacida yaani saldhigyada iyo seeska gunta meel beeti guriga kacbada markuu salka ka soo unkay ee uu ka soo bineeyay ka soo bilaabay iyo ismaaciil iyo ismaaciil iyagoo la rabbana allah ayagoo taqabbal minna amalkan wanaagsan naga aqbal waa naga gudoon المدينة المنورة ما هذانا كشيء كنا مقالة اللباد تعدوا وحلا قطريا المدينة المنورة مقالة افتين كبدن إلى هاي نوري المدينة الإسلامية وحلا قطريا مقالة إسلام كلي هي ثانية اللباد بعد مكة مركة مكة لقتها وفي مكة مكة وح كويال من المشاعر أستامها إسلام وقابها أستامها إسلام كلي هي المقدسة أشرف تبدن وح كويال oo maka iyaguna ku yaala mina meesha la yiraahdo wa muzdalifa meesha la yiraa wa arafat halka la yiraa wa safa wal mar walbada buurad iyaguna saciiga la ordo wa zamzam iyo ceelka biyaha zamzam ku kasoo boodaan intaasba wa astaamaha sharafta leh ee barakeysan ee maka ku yaala al madinatu al munawwara magaalada ilaahay iftiimiyay ee islaamka ilaahay ku iftiimiyay ku nuuray tucadu waxa hadaba lagu tiriyaa al madinatu magaalada al munawwaratu la nuuray ee islaamka ilaahay ku nuuray waxa lagu tiriyaa المدينة الإسلامية مجال الإسلام كليه الثانية الثانية اللباد بعد مكة مكة كتب ومجال اللباد حق فضلك هي حق خيرك هي حق عبادة ومجال اللباد إذا يوجد صوت ومحوح الله يهلا فيها مجال سو كيالة ويبركة يسرفتها كوها شيء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مساعدك النبو لسي إيو كنت كنتري قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وحيري صلاة صلاة في مسجد هذا مسجد كان هو عند سيد سلاد لوجت كذا أفضل واحد كفض البدن طهي من ألف صلاة كل صلاة ضاد أو في ماس وهم ميلها كذا لوجت كذا يدون كأرطن إلا مسجد الحرام مسجد الحرام كه قرمو يعني مال كستو الدنيا ذا لوجت كذا مسجد الحرام كأهين مساجد كنبجو سلادي سكون صلاة ضاد بعدين كان تاو الدنيا ذا كأه وادنيا ذا كله آه وصلاة المسجد وصلاة في المسجد الحرام مسجد الحرام كصلاة اللي قلت كذا أفضل ويكون عيسين ترى كفضل البدن تاعي من 100,000 صلاة فقل كن أو صلاة ضد أو في ما سواه اللي قلت كذا وحي عن مسجد الحرام كحين ملك سبب قلت صلاة مسجد الحرام وحي كفضل البدن تاعي الدنيا دور دن جوب هنا جوب كات قلت كتو فقل كن أو صلاة دور دن تاع صلاة هكلا مسجد كنا نقرأ كسوقات فقل كن أو صلاة ضد وأن كن قلت كنو أي صلاة أقولك أنت لقولك هذا مثل الحرام والنعمة إلى هاي القارئ بدأوا بلا بنتي تاريخ المدينة المجيد تاريخ المدينة تاريخ ذي يسوع شرين كم هردها ما قال هذا المجيد أشرفت بدن تحنها وما قال المدينة تاريخ ذي أشرفت بدن أيه حكولي تاريخ المدينة المجيد تاريخ ذم قال هذا المدينة أشرفت بدن يثرب أمرك ولا نشر أنت عن الإسلام هدقين هذا التاريخ نصرف تبضل واحد بالابنتي في العصر الإسلامي حل الإسلام كدقي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مركز الرسول أقحي إليها مقالة المدينة مقالة يثري بال ورنشري مقالة قبائل اسكو جران بايحي أو سيخسر اسكو هايستان بايحي يا يهود مركا تاريخ نصرف تلهي واحد بالابنتي مركي وقتقي إسلامك النبو مقالة دقي ومنذ ذلك اليوم ما لن تعلق بالابن النبو جرودي صارت واحد نقطتي المدينة مقالة مدني مقرر حرم بين نقطتي للإسلام وليه مقالة ماذا حديث بين نقطتي النبي وفريق ثلاثة كهيد حرم بين نقطتي ومستر واحد نقطتي ماشاء وكسوفلو للنور إفتينك وكسوفلو وإسلام لماذا الذي النور كي إن دلقة هلكا كدقاقي أدوية كف ديك فافي إن دلقة دقاقي مقالة سو كف دي علمي يعقيد دي يعباده هلكا بقي شيء أدبنا أي كفافتي أي كفافتي وهلكا ليونيرا سوء افتيميو اخذ النور كا علم اهي اسلامك العالمين ادو كورن افتيميو جبك ادو كورن محوك افتيميو بنور الايمان اليسك ايمانك يولهدا هنك اسلام المدى القرآنك حديثك النبي الشريعة اسلامك يمامك اسلامك وفي المدينة مقالة المدينة هدبو حكوية مسجد قباء مساجدك الليلة او بقالة المدينة كوية واول مسجد مسجد كي اهري اصيصة لغو قطمي maxaa lagu qotmiyay ee lagu saldhigay ala taqwa cabsida ilaahay iimaanka islaamnimada wafiya waxa kale ku yaala magaalada madiina jabal uhud buurta uhud la yiraahdo alladi buurtaaso waqacatay ka dhacday
عنده أكتيزة غزوة أحد دولمات كي أحد أي قالوا كوسوا قادين مسلمين القدس بعدين كنا كهذينا ما لها قدس خرت القدس قدس هي المدينة الثالثة وأما قالوا صدحات حق فضلها عند المسلمين مقالة مسلمين تأكتوا سير قبان وحوي مقالة صدحات حق فضلها وناج ربنا هراكوه رأيي وحيكون قطيدنا لأن فيها وحكي على المسجد الأقصى مساجد كفك المبارك إلهي بركي الذي مساجد كاسو أسري اللوج أسر الله إلهي أقو رجلي بالرسول رسول كيسا إلهي مساجد كاسو أقو رجلي مسجد الأقصى هل كل هيك أقو رجلي من المسجد الحرام مساجد حرام كا كوي على مكا أي إلهي كأقو رجلي نبيك تبين مساجد كوي على قدس مسجد الأقصى إلهي منو أقو رجلي قال الله تعالى إلهي بعيد سوى شرحية قورقلك هلك هكذا عي سبحانه وحى مهدله عفوا سبحانه وحى أمان له الذي الله بأمان له أسرى قورقليه بعبده أدون كيسة ليلا هبين مدو كقورقليه هلكي من المسجد الحرامي مساجد كشرفت بضن أو قورقليه إلى المسجد الأقصى مساجد كفق الذي مساجد كاسو باركنا أم بركيني حوله هريري سبع إلهي أنا بركرقنا وحي الهي أكي حيني محمد لنريه بأي الهي أنا صوت سنان الدنيني من آياتنا آيات حيك يأوذ حيك عالم كتشرة إلهي وحوك حيمير الله يقام إلهي وحمر يقول له أينان وقين دبنا وحي الهي صوت صي أوذ أبفر بطمو إلهي سأنا عادو قيسا وقبقا أوو قادو إنه لحبي يلي كرين أوذ إلهي كو قداما وركسو قادو مروي سو قال عام الحسن ما هيدو وهذيل كيو دفاع جري اودنتي وزوجتي سو غاروكيسا اي غاشانكيسا دمتي او دبا تبدن سو دحداي انو مرغدان ايلوبو او كو كلسونادو اوودو الهي اي جرا من اياتنا صوت سنو انه اله هو اسقو السميع والله وحولبو مقلا البصير وحولبو اركيا والمسجد الاقصى هادو مساجد كلا الى مسجد الاقصى اول القبلتين لبد قبلدود يا لبد دينا اسلامك او توكدين تي هورو وي او بريغي هورو نبيغو وحو توكان جري بيت المقدس واتي هره فدمنا وكعبدا وقد بقي وقد بقي وحي كجرتي مساء وقد بقي وحو اها مساجد كاس بقي وحي كواره يعني وحو كسغنا او وها قبلتن قبل او هان جري للمسلمين والمسلمين حتى سنة الثانية الى سنه دي لباد لغارو للهجره 13 كي سنه اي نبي او توكاي جوغي مكه اسو مساجد كتكاده قبلتيس وحي هان جرتي بيت المقدس لبادي سنه اي او هورينا اي مدينه او جوغينا بيت المقدس بو توكاي جري شان يا طبعا صنع أو حير لا أي نبي قلت كذي محي حاجة بيت المقدس حيث تحولت مركز سويس بدي شيء القبلة تقبلة واحد يسوي بدي شيء إلى مسجد الأقصى مسجد إلى مسجد الحرام عليه مسجد كشرفت بدل بمركز دم يسوي بدي شيء كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك وحن أرجنا وجهك وإنه نق نقنعه في السماء حق السماء وأذكر بس ما دي إيجش waad tabanta kulba foorasays waadna kulba samada eegis adigu rajaynaya in ilaahay qiblada uu ka dhigo xaga xarmka iyo kaacbada falanu waliyannaka waxaanu ku jeedinayna qiblatan qiblaanu ku jeedinayna aad u tukato tarbaaha aad raali ka tood oo qashahay oo aad jeceshahay oo kaacbada fawli wajhaka wajigaaga u jeedi hadaba marka tukaneyso shatr al masjid al haram xaga masaadka sharafta badan waxayfu ma kuntum mel allan meel aad adduunka ka joogtaan oo dhanba fawallu u soo jeediya dad iyo muslimiin tahay wajuhakum wajidina shadrahu xaqiisa afarta bayni juhu inaad ka joogtaan ba ka galbeed ka xiga bari buu soo tukanaya ka bari ka xigaana galbeed buu tukanaya ka seeno kale koonfur ka xiga wqooy buu tukanaya ka wqooy ka tagaa xigaana koonfur buu soo tukanaya mel allan meesha joogtaan ba iyadu soo jeesto alqudsu hadaba qudus عاصمة فلسطين قدس وحوي وعاصمة الدولة فلسطين لهذا هي عاصمة دي هي قد اقتصبها واحد عي اليهود يهودا اقتصبها واحد عي اليهود يهودا دعي عام 1948 سنة يكون سجال بقول إيو ستيدي أفرتنكي وقد قسمت وحمر كالوقي بي مجال قدس لهذا أو أيوك الجويين إلى قسمين البقية بود مركي يهود قصتي هما على بعض قيود حوي القدس الشرقية وقدس تحت جبري القديمة هراء مارس سو ترين كأه وفيها واحد كوي على قيبتها بري هراء المسجد الأقصى مساد كفوق يدو كوي على وقد ظلت واحد أهيل جزءا واحد وقد ظلت واحد أهيل جزءا قيب كم من الضفة الغربية دانت قلبت فلسطين دقنت هاي
oo raacsana fil mamlakata al-urdaniyah al-hashimiyah boqortooyada reer urdun ee reer haashim ee nabi maxamed iyo qoyskiisa ku aftirsata ila an waqaa ila u dhaco udwaan al-yahud gardarradii yahudeed ee qawnay ay calayha ku dhacdo ee qaybta bari goorba ku dhacday sanadka 1987 1976kii faatalada waxa qabsatay oo gumaysahan ku qabsatay Israa'il ba qabsatay dibna maxtalad iyadoo kamida waxyaabaha ay qabsatay 76kii oo kamida meel araadi al-arabiya dhulalyowga carabeed kuwii ay qabsatay ee masar ee masar kamidahay ee ay tan kamidahay ayay kamidhiin ee suuriya kamidahay iyo golan hayd iyo xaasi ayaa la raaciyay iyo saxaraha iyo markii qabsanaysay ee qabsana qabsatay wal quds al-qarbiyatu midna waa qudusta galbeed ba la yiraa al-jadid usub waa dhisme usub oo badan tahay iyadu wahiy tahta al-ihtilal waxa iyadana haystay gumaysiga yahuudeed ba haystay gumaysiga al-yahudi ee yahuudiga aba haystay muddo laga soo bilaabo عام 1948 الى laga soo bilaabo 1984 qaybta galbeed iyadu uu haystay qaybta barina wuxuu haystay ilaa 1976 isticaab hadoo waa macnihiisa oo in la fahmo u baahan tadriib awl ama tadriib waahid yaani waxa weeye leeliska koobaad ba calaamada sawab calaamada sax waxa saarta oo calaamada khata ama takhaladka eray jumlada saar halkan banaann ee la baneeyay tuma sax ee khata dabadna khata sax dabadna asawaab wixii sax halkan ku wado qodhinacan kale waahid albaladu alladi aqsama allah bihi aqsama bihi allah magaalada ilaahay ku dhaartay huwa makkah wa makkah taas waa sax saaytayna xaqan kale lagu qoraya itin afdalu salat salat waxa ugu fadli badan salatu fil masjid nabawi salat ee lagu tukado masaadka nabiga taas waa qalad dadna xaq waxa lagu qoraya afdalu salat as-salatu fil masjid al-haram ya xaq lagu qoraya talata bana al-ka'bata nabiyyan ka'bada lama nabi baa dhisay waa la saxaya halkan lagu qoraya nabi ismaaciil nabi reeno ismaaciil baa haya arba'a al-baqi' goobta leedahay maqbaratu waa meel xabaala ah oo qariibatu dhaw meel masjidii nabiga masaajidka nabiga agtiisa tanna waa sax saa u tahay xaq lagu qoraya khamsa iqtasaba way qabsadeen oo waanay dhaceen اليهود يهود القدس الشرقية قدس دبري عام 1948 كن سغال بقول ستيريا فرتنكي وغلط وحنا القرية وح اقتسب اليهود القدس عام 1967 اللي حيو طويل حيو كبير قبصدين ستيريا الحيوكينا وح قبص القدس القربية بي قبصدين تقلبين تدريب ثاني وليس كلابات اختر واحد دورتها الجواب الصحيح جوابت صحب آد دورو وها هلكن كو قرن سيدو دوران ايسا بوضع دائرة هذيكو قوبة قرين ايا حول الحرف المناسب حرف كما يشكو حبوان حرف قوام حي جوابت صحب آد بحرية الله دابن حرف قاد قوبة قرين ايسا سعاني او قرين جواب علامات آد امورا ايو حاستاني او قرين حرف قوبة قرين لبض تاسا دابن صح لقرن ايلا تادو چيدو ميل حي لديقال ديدي واحد اهم معالم مدينة القدس أستعمها لغو يقال مقالة بيت القدس توقوم همسان وحوي وألف المسجد الأقصى ب عاصمة فلسطين جيم الضفة الغربية دانتا قلبيت برغة واحد صحي سا المسجد الأقصى أي أقوم مضان اثنين انتشر النور الحق وحو كفاف وكفذي نور كحق أي إيمان كي يسلم منذو ألف من القدس بكفافي ب المدينة بكفافي جيم من مكة مكو كفافي تبالا صحي جيم كقوب قري مكو كبلا مي اسلام نمود قبل انت وحي كسو دغي ثلاثه افضل الصلوات صلاهها وها او فضل بدن توقف فضل هي ايد وها وهي التي تؤدى تلو تكدو الف في المسجد الاقصى ب المسجد الحرام جيم المسجد النبوي واحد قال لي سا غوبد بعده المسجد الحرام اربعه من معالم المدينه المنوره وها كمده استامها اي لهدهي مغالده المدينه المنوره اي سو جيرينكه تاريخيه اسلاميغا وها كمده واحد جبل وحد باكمدا با المسجد الحرام باكمدا جيم مستلفه كمدا الف واحد قال لي سامركا جبل احد ايا مدينه كيالا خمسه احتل اليهود فلسطين عام واحد قبضت اليهود دلك فلسطين اودن عام 1900 الف عام 1976 با عام 1984 جيم عام 1948 تبنى تاسات قال لي سا ودنبيسا 48 وايو كل قاسية فلسطين قبسية مركزية هاي
والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق.